أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. طبعا كلنا شايفين التقلبات الجوية شديدة الحرارة وشديدة الرطوبة، عشان كده الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من موجة الحر القاسية اللي بتشهدها البلاد. يعني مصر بتشهد ارتفاع في درجة الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية تأثرا بامتداد منخفض الهند الموسمي. احنا التفاصيل أكتر هيكون معانا دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ مين، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني مع درجات الحراره العاليه جدا دلوقتي، في محافظات درجه الرطوبه عاليه جدا وفي محافظات درجه الحراره عاليه جدا، فعايزين نعرف من حضرتك عن حاله الطقس الايام دي يا فندم. بالفعل طبعا زي ما نوهت هيئه الارصاد الجويه، احنا بقالنا حوالي 4 5 ايام بنتاثر بموجه شديده الحراره. كافه محافظات الجمهوريه بتتاثر بهذه الموجه واللي مستمره معانا حتى نهايه الاسبوع على الاقل برضه، لكن ان شاء الله هيكون انفراجها مع نهايه الاسبوع بانخفاض طفيف في درجات الحراره وعوده الى المعدلات الطبيعيه مره اخرى. لكن ما زال هناك طبعا امتداد لتاثير منخفض الهند الموسمي اللي بيأثر علينا خاصه في شهر 7 وشهر 8. هو ده صيف مصر، يعتبر الشهرين دول بنشوفهم بشكل ملحوظ ارتفاعات درجات الحراره ونسب الرطوبه، وده اللي بيدينا احساس بمزيد من ارتفاع في درجات الحراره، خصوصا مع ارتفاعات نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 80% احيانا على القاهره وتصل الى 85% و90% على سواحلنا الشماليه، مع ارتفاع درجه الحراره اللي بيصل الى 38 و39 درجه. طبعا احساس المواطن بيخلي درجه الحراره بيستشعر بها كما لو كانت بتتجاوز ال 40 و41 درجه كمان. ان شاء الله يعني فترات الليل رغم غياب اشعه الشمس الا ان ارتفاعات نسب الرطوبه المفروضه بتخلي الجو طبعا شديد الصعوبه، خاصه في الاماكن المغلقه او اماكن سيئه للتهويه. ودي من اهم النصائح اللي بنقولها للساده المواطنين، عدم الجلوس في اماكن مغلقه او سيئه التهويه، خصوصا كبار السن والاطفال واصحاب الامراض التنفسيه والصدريه. بالاضافه الى شرب السوائل بقدر الامكان وخصوصا الميه بشكل كبير، يعني بشكل متواصل على فترات طبعا على مدار اليوم كله، وغطاء وقت الراس طبعا عشان يحمينا من اشعه الشمس اثناء التواجد خارج المنزل. طيب يا دكتور، دايما يعني في كلمتين مرتبطين ببعض، دايما واحنا بنتكلم عن الحراره بنتكلم عن الرطوبه. فسؤالي هنا لحضرتك بقى، مدى تأثير الرطوبة على شدة الحرارة أو الإحساس بشدة الحرارة؟ هو تأثير الرطوبة على الحرارة نفسها وقياس درجة الحرارة بتقلل طبعا ارتفاع درجات الحرارة، لما الإحساس فيها بيزيد. يعني إيه؟ يعني الكتلة الهوائية اللي بتأثر علينا قادمة من الجزيرة العربية مثلا، درجة الحرارة في الجزيرة العربية بتسجل في الترمومتر ما يقرب من 50 درجة مئوية أو 47 درجة مئوية في الجزيرة العربية. مرور هذه الكتلة الهوائية على البحر المتوسط والبحر الأحمر بتحمل كميات كبيرة جدا من بخار الماء، فبتكون محملة بالرطوبة، بتنخفض درجة حرارتها، تصل إلى جمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة إلى 38 و39 درجة. لكن ارتفاعات الرطوبة دي زي ما قللت درجة الحرارة في الترمومتر زودت إحساس المواطن بارتفاع درجة الحرارة. يعني كلما زادت الرطوبة كلما زاد إحساس المواطن بارتفاع شدة الحرارة. بالظبط طبعا. طب يا دكتور، متوقع تنتهي إمتى موجة الحر دي؟ يعني إن شاء الله مع نهاية الأسبوع يكون في انخفاضات طفيفة في درجة الحرارة، لكن زي ما احنا متفقين شهر 7 وشهر 8 هم يعتبروا عز صيف جمهورية مصر العربية اللي بتكون فيهم ارتفاعات في درجة الحرارة، مع ارتفاعات نسب الرطوبه طبعا تخلي الجو صعب شويه، لكن ان شاء الله باذن الله هذه الموجه تبدا تنكسر حدتها مع نهايه الاسبوع ان شاء الله. طب يا دكتور، لو هندي نصايح للساده المشاهدين، ايه الاوقات اللي ما نتعرضش فيها لشمس، او يعني نحاول بقدر الامكان ما نكونش موجودين في مكان فيه اشعه ليه علاقه بالشمس بشكل كبير؟ هو تحديدا من 12 ل 4 هي دي الفتره اللي تعتبر فيها الشمس عموديه على الارض واللي بتسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم. من 12 ل 4 طبعا الفتره دي بتبقى صعبه شويه، فبقدر الامكان التواجد تحت اشعه الشمس يكون لفترات قصيره، او بيكون هناك غطاء واقي للراس يحمينا من هذا التعرض. ايضا الفتره دي طبعا معظم الناس بتلجا للمصايف والشواطئ البحر المتوسط والبحر الاحمر هروبا
من ارتفاعات درجات الحراره ونسب الرطوبه في المناطق الداخليه، فبرضه الساده المصطفين على الشواطئ بقدر الامكان ما ينفعش ننزل الميه في هذه التوقيتات اللي من 12 ل 4 دي. دي الفتره بتبقى صعبه شويه فيها اشعه الشمس، فيعني بقدر الامكان هو يعني حضرتك بتوضح حول الساده المشاهدين يا جماعه الناس اللي في المصايف نحاول ننزل البحر قبل 12 او بعد 4، لكن من 12 ل 4 نحاول ما نكونش متواجدين يعني في البحر او على الشواطئ عشان ما يحصل لناش اي مشكله. ممكن نستظل بالمظله ولا حاجه، لكن بلاش تواجد في الميه. دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بالهيئه العامه للارصاد الجويه كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.